بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الثالثة، إن شاء الله النهاردة هنشرح محاضرة Gestational Diabetes Mellitus. معاكم دكتورة أميرة محمد سلامة، مدرس بقسم تمريض صحة المرأة والتوليد. دلوقتي قبل ما نشرح المحاضرة عايزين نعرف إيه الـ Specific Objective from this lecture. At the end of this lecture the students should be able to define Gestational Diabetes, understand both physiology of Gestational Diabetes, clarify why pregnancy is diabetogenic, identify the causes, risk factors, and symptoms of gestational diabetes, enumerate complications of gestational diabetes on mother and fetus during pregnancy, labor, and postpartum periods, understand how to diagnose a case of gestational diabetes, describe how to manage a case of gestational diabetes. Definition of diabetes mellitus بقى. دلوقتي هنعرف يعني ايه diabetes mellitus. أول diabetes mellitus دوت is metabolic syndrome characterized by hyperglycemia, glucosuria, with secondary affection of protein, lipids and electrolytes metabolism due to either decreased insulin secretion or decreased insulin responsiveness. يبقى دلوقتي لازم نفهم diabetes mellitus يحصل امتى؟ لما الانسولين يقل السكريشن بتاعه، أو الانسولين يبقى موجود ولكن مش شغال، موجود في الجسم مش شغال. معنى كده ان احنا لازم نعرف الاول ايه هي فايدة الانسولين عشان نفهم الديفينيشن. فايدة الانسولين بقى، اول حاجة الانسولين دوت هرمون طبعا موجود في الجسم عندنا، لازم نعرف فايدته ايه عشان نعرف ايه هو الدايبيتس ميليتس، او اما بيقل الانسولين ده ايه المشاكل اللي بتحصل عندنا. اول حاجة فايدة هرمون الانسولين هيلب الجلوكوز ريفلكس تو انسايد سيلز، يعني الجلوكوز اللي احنا بنتناوله في الاكل عندنا الانسولين دوت هو اللي بيساعد الجلوكوز ان يدخل جوه الخلايا وبالتالي يبدا يفيد الجسم بانرجي. كمان الانسولين دوت مش بس بيشتغل على الجلوكوز، لا كمان ده بيدخل البوتاسيوم جوه الخلايا عشان الجسم يستفيد بيها. كمان الانسولين بيتدخل في اللايبوجينيسيس اللي هي تكوين الدهون، كمان بيتدخل في عمليه تكوين البروتين، وبالتالي هرمون الانسولين دوت مهم جدا. فعشان كده لما بيقل، لما بيحصل ديفكت فيه او يقل او يكون موجود وما بيشتغلش، بيبدا يظهر عندنا الدايبيتس ميليتس. بس فيسيولوجي اوف دايبيتس ميليتس بقى عشان نفهم دايبيتس ميليتس دوت بيعمل ايه او ماشي ازاي. اول حاجه احنا قلنا انسولين از ان اسينشال هرمون ريكوايرد فور جلوكوز ترانسفير انتو ماسل اند تيشو سيلز. وين الجلوكوز از انيبل تو انتر بودي سيلز بيكوز اوف deficit or inadequate quantities of insulin, fat and protein metabolism are altered. زي ما قلنا بيحصل ايه بقى؟ بيحصل عندنا بروتين كاتابوليزم، كيتوزيس and negative nitrogen balance may result. وكمان عشان ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم دوت بيعمل ايه؟ بيعمل cellular water is loosed and glucose urea appears. نسبة الجلوكوز كبيرة او في الدم فبالتالي بتنزل في البول. Extracellular dehydration develops because the osmotic pressure and the increased amount of glucose in the urine. دلوقتي بقى عايزين نعرف يا ترى البريجننسي دوت از دايبيتوجينيك ولا لا؟ يعني بمعنى ان ممكن ست تكون عادي خالص ما عندهاش دايبيتس ميليتس ولما تحمل يجي لها دايبيتس. ده بيحصل ليه؟ يبقى دلوقتي عندنا بريجننسي از دايبيتوجينيك. واي؟ because of rising levels of human placental lactogen hormones, estrogen, progesterone and adrenal cortisol وبرولاكتين. كل الهرمونات ديت اللي هي هرمونات البلاسينتا وهرمون الاستروجين والبروجستيرون والادرينال كورتيزول والبرولاكتين بيعملوا ايه اللي احنا لسه قايلين عليه اللي هو انسولين ريزيستنس. يعني الانسولين موجود عادي لانها كانت ست طبيعيه خالص ما كانش عندها دايبيتس وجالها جستيشنال دايبيتس، يعني عندها الانسولين موجود في جسمها. بس ايه اللي حصل لما حصل حمل؟ بقى فيه بلاسينتا الهرمون اللي هم استروجين وبروجستيرون ولاكتوجين وادرينال كورتيزول وبرولاكتين. الهرمونات ديت عملت ايه؟ انسولين ريزيستنس، يعني قللت التيشو سنسيتيفيتي ثرو ذير اكشن از انسولين انتاجونست. يعني الانسولين موجود في جسمها عادي ولكن في حاجه بتخليه ما يشتغلش وبالتالي يبدا الجلوكوز يعلى، لان خلاص الانسولين مش قادر ياخد الجلوكوز يدخله جوه الخلايا، فبالتالي يبدا الجلوكوز يعلى، فبالتالي يبدا يحصل لها هايبر جلايسيميا، فتبقى الست ديت اسمها ايه؟ جستيشنال دايابيتس، اللي هو دايابيتس ميليتس ديورنج بريجننسي. دلوقتي هنعرف ايه ريسك فاكتور فور جستيشنال دايابيتس. مين هم الستات الاكثر عرضه لحدوث سكر الحمل؟
اول حاجه لما تكون mother with family history of diabetes or and hypertension. طبعا الفاميلي هيستوري دوت من الحاجات المهمه جدا للديزيزز وذ بريجنسي، بيبقى بيتدخل بشكل كبير جدا في حدوث ديزيز وذ بريجنسي. لما يكون في فاميلي هيستوري الام الجده او الخاله عندها المرض دوت، بيبقى في عرضه ان الست الحامل دي يجي لها الدايبيتس دوت او الهايبرتنشن. تمام. تاني حاجه عندنا الاوبيزيتي، لما تكون الست طبعا اوبيز تبقى هاي ريسك فور جستيشنال دايبيتس. الست اللي عندها بولي هيدرامينيوس، يعني بولي هيدرامينيوس طبعا احنا عارفين يعني ايه، انكريز الاميوتيك فلويد اكتر من 2 لتر. تمام. بعد كده طبعا في الهاي ريسك ايدج جروب، احنا عارفينه ده برضو في اول ديزيز اوف بريجنسي، بيبقى دوت ايدج هاي ريسك اللي هو الست تكون اقل من 20 يير او اكتر من 45 يير، ده بيبقى ريسك لاول ديزيزز ديورنج بريجنسي. تمام. تاني حاجه بعد كده مالتي باراتي، مالتي باراتي اللي هي الست اللي ولدت اكتر من مره قبل كده، الست اللي عندها ريبيتد انكسبليند ابورشن اور ستيل بيرث، ان قبل كده حصل لها ابورشن مش معروف سببه ايه كتير، فبتبقى دي عرضه ان يجي لها جستيشنال دايبيتس. وكمان برضو المراه اللي عندها بريفيوس ماكروسوميك انفانت، يعني ماكروسوميك انفانت يعني البيبي بيبقى اكتر من 4.5 كيلو. طيب ايه بقى complication of diabetes mellitus، هيأثر ازاي على المذر والفيتس؟ اول حاجة دلوقتي هنتكلم على الماترنال complication. اول complication عندنا الست الدايبيتك وومن او اللي هي الجستيشنال دايبيتس ويز بريجنانسي، بيبقى عندها بولي هيدرامينوس. بولي هيدرامينوس قلنا انكريز الامنيوتك فلويد جوه البطن اكتر من 2 لتر. طيب ده هيحصل ليه؟ نفكر بالراحه كده. احنا قلنا اصلا يعني ايه عن هي جستيشنال دايبيتس. جستيشنال دايبيتس دوت يعني عندها الانسولين قليل او الانسولين موجود ومش شغال، وده هيخلي ايه الجلوكوز يزيد في الدم. اما الجلوكوز يزيد في الدم معنى كده ان الجلوكوز زياده في البول، لان يعني الفائض منه بيستخلص فبيزيد في البول، بس جلوكوز زياده في الدم وجلوكوز زياده في البول، وبالتالي البولي هيدرامينوس هيبقى فيه ميه كتير حوالين البيبي بالاسموتيك بريشر، لان الجلوكوز مليان جوه، مليان الجلوكوز موجود كتير في الميه وفي الدم عندها، فبالتالي بيحصل بولي هيدرامينوس. طيب اما يكون رقم 2 بقى انكريز الانسيدنس اوف ابورشن، ابورشن دوت يحصل ليه؟ هي بولي هيدرامينوس يعني الانترايوتراين بريشر جوه عالي جدا، فبالتالي ممكن يحصل لها ابورشن في اي وقت، بري تيرم ليبر بنفس برضو الموضوع، ان جوه في بولي هيدرامينوس وفي ماكروسوميك بيبي هنقولها دلوقتي في الفيتال كومبليكيشن، في ماكروسوميك بيبي الحاجات دي كلها بتضغط وبتعمل انترايوتراين بريشر، فالست ديت ممكن تولد بدري فبيحصل لها بري تيرم ليبر. تمام. انكريز الانسيدنس اوف بري اكلامسيا، طبعا بري اكلامسيا احنا عارفين هو اهم عرض في البري اكلامسيا هو الهايبرتنشن. هايبرتنشن ان هو زياده الضغط، وطبعا احنا لسه قايلين ان في ميه كتير في بيبي كبير، كل حاجه اصلا مرتبطه بالهايبرتنشن. انكريز الانسيدنس اوف برينيتال مورتاليتي اند موربيديتي، طبعا كل الكومبليكيشن اللي قلنا عليها فوق دي، ان هي تولد بدري، ان هي يحصل لها ابورشن، ان يحصل لها هنقول دلوقتي كمان انفكشن، كل ده هيزود الماتيرنال مورتاليتي اند موربيديتي. طبعا احنا عارفين ان دايما الدايبيتس ميليتس بيتبعوا دايما انفكشن على طول، يعني الدايبيتس ميليتس مرتبط على طول بانفكشن، بيأثر على العين وبيأثر على بيعمل يورينري تراكت انفكشن، فطبعا الست دي بتبقى عرضه ان يحصل لها انفكشن بكل انواعها. تمام. ممكن الست دي كمان يحصل لها انتي بارتم هيموريدج، يعني طبعا يحصل لها نزيف قبل الولاده، احنا قلنا ليه، قلنا ان ممكن يحصل بريتيرم ليبر، ممكن يحصل انتي بارتم هيموريدج دوت عشان الضغط جوه الرحم كبير، ممكن يحصل لها برده بوست بارتم هيموريدج. طب بوست بارتم هيموريدج ليه؟ احنا قلنا ان في ماكروسوميك بيبي وفي بولي هيدرامينوس، الحاجات دي كلها مخليه الرحم كبير كبير عن حجمه المفروض يبقى فيه، وبالتالي عشان يرجع تاني بياخد وقت، وده بيعمل بوست بارتم هيموريدج. بعد كده في عندنا برولونجد اوبستراكتد ليبر. اوبستراكتد ليبر ليه؟ احنا قايلين ان البيبي بتاع الدايبيتك مذر بيبقى ماكروسوميك بيبي، بيبي كبير، وبالتالي بتبقى الولاده صعبه جدا وبتطول قوي. وبرول سيبسيس اللي هي طبعا حمى النفاس ما بعد الولاده، عشان قلنا ان بيحصل بوست بارتم هيموريدج بيتبعه طبعا بيجي لها حمى نفاس او انفكشن ما بعد الولاده. دلوقتي بقى هنتكلم على الفيتال اند نيونيتال كومبليكيشن. اول حاجه هايبر جلايسيميا اور هايبو جلايسيميا. ازاي يا دكتوره؟ ازاي حاجتين عكس بعض؟ اول حاجه الهايبر جلايسيميا دوت للفيتال، ده فيتال كومبليكيشن، انما الهايبو جلايسيميا نيونيتال كومبليكيشن. توضيح اكتر، اول حاجه احنا قلنا ان السيده ديت جوه عندها الجلوكوز عالي جدا، والجلوكوز دوت بيوصل من خلال البلاسينتا للبيبي، فالبيبي بيبقى عنده هايبر جلايسيميا. تمام. يبقى الهايبر جلايسيميا دوت طول ما هو فيتس هايبر جلايسيميا. طيب عند الولاده بقى
البيبي اتولد، وبالتالي حصل صادن دروب في نسبة الجلوكوز اللي رايحه له، فبيحصل له هايبوجلايسيميا. عشان كده دايما البيبي دوت لما بيتولد لازم بيحصل له ميديا سبورت بالجلوكوز على طول. تمام. في تالكونجنتال مال فورميشن، وده طبعا احنا عارفين في اسوشيشن كبير ما بين الكونجنتال مال فورميشن والدايبيتس ميليتس. بعد كده نيونيتال هايبر بيليروبينيميا، يعني نسبة البيليروبين عالية. وده بيجي منين؟ احنا قلنا ان الست ديت بتولد بري تيرم ليبر، بتولد دايما قبل ميعادها او غالبا قبل ميعادها، وبالتالي بيبقى في ايه بري ماتيور ليفر فانكشن، يعني الليفر لسه ما بيقومش بوظيفته كويس لان هي والده بدري، فالليفر بتاع البيبي يعني ما بيقومش بوظيفته لانه ايه البيبي دوت مولود بدري، فبيحصل هايبر بيليروبينيميا، يعني نسبه البروبين بتبقى عاليه، بيجي له الصفره. طيب ماكروسوميا، ماكروسوميا يعني ايه؟ البيبي دوت يكون كبير جدا 4 كيلو 4 ونص 5 كيلو. طيب جاي منين الماكروسوميا ديت؟ برضو عشان نبقى فاهمين، احنا قلنا ان نسبه الجلوكوز كتيره جدا في دم الايه الام الحامل، خلاص. طيب الجلوكوز ده بيروح للبيبي من خلال البلاسنتا، برضو الست ديت عشان تمانج الجلوكوز دوت هناخد انسولين، هنقول دلوقتي في مانجمنت ان هي بتاخد انسولين، واحنا قلنا الانسولين از انابوليك هرمون، هرمون بناء، فبيوصل للبيبي على الرغم ان البيبي البنكرياس بتاعه شغال عادي، احنا بنديله انسولين فبيبقى هرمون انابوليك وبيحصل للبيبي ماكروسوميا. بعد كده بريماتشورتي اند ريسبيراتوري ديستريس سندروم، طيب ده جه منين؟ احنا سالين الست دي بتولد بري تيرم ليبر، بتولد قبل ميعادها، عاده بتولد قبل ميعادها او يحصل لها انترا بارتم هيموروج فتولد بدري، تمام. فالبيبي ده بيبقى بري ماتيور وبيدخل حضانه وبيحصل عنده ريسبيراتوري ديستريس سندروم. انترا تراين فيتال ديس طبعا من كتر كل الكومبليكيشن اللي احنا عاملين نقولها ديت، احنا قلنا ان هي ممكن يحصل لها هايبر تنشن، قلنا ممكن بيحصل كومبليكيشن كتير جدا للمزر، تخلي بولي هيبرامينيوس، كل الحاجات دي بتعمل انتراوتراين فيتال ديس. دلوقتي بقى هنتكلم على سكريننج تيست فور جيستيشنال دايبيتس. اول حاجه عندنا الجلوكوز تشالنج تيست، بعمله ازاي يا دكتوره؟ جلوكوز تشالنج تيست دوت بدي 50 جرام جلوكوز اورال للست، وبعد كده ببدا اقيس نسبه الجلوكوز في الدم. لقيت نسبه الجلوكوز 139 او اقل من كده، يبقى خلاص انا مش محتاجه تيست تاني، وانا كده متاكده ان هي ما عندهاش جستيشنال دايبيتس. طيب لقيت نسبه الجلوكوز في الدم 140، من 140 ل 184، يبقى كده ده بوزيتيف ريزلت، ولكن محتاج للتاكيد ان احنا نعمل اورال جلوكوز توليرانس تيست اللي هنقوله بقى الايه بعد شويه. طيب لقيت النسبه 185 او اكتر، خلاص انا كده مش محتاجه اعمل حاجه تاني، وده فعلا كده دايجنوستيك فور جستيشنال دايبيتس، يعني الست دي عندها بالفعل جستيشنال دايبيتس ومش محتاجه ان انا اعمل تيست تاني للتاكيد. نقولها كمان مره، الجلوكوز تشالنج تيست بدي الست ديت 50 جرام جلوكوز اورال، وبعد كده ببدا ان انا اقيس نسبه الجلوكوز في الدم. لقيته 139 او اقل، خلاص ده مفيش جستيشنال دايبيتس ومفيش مشكله. لقيته من 140 ل 184، كده في بوزيتيف ريزلت، ولكن للتاكيد المفروض ان انا اعمل الاورال جلوكوز تولرانس تيست، ده اللي هيفصل معايا هي فعلا جيستيشنال دايبيتس ولا لا. طيب لقيته اكتر من 185، خلاص دي الست كده دايجنوزس جيستيشنال دايبيتس، بقت دايجنوستيك كده 100 اكتر من 185، يبقى هي دايجنوستيك جيستيشنال دايبيتس، يعني مش محتاجه تاني تيست اعمله عشان اتاكد هي فعلا بالفعل عندها جيستيشنال دايبيتس. بعد كده تاني حاجة عندنا في السكريننج تيست هو الجلوكوز تولرانس تيست، ده التيست اللي قلنا هنعمله لو عملنا التشالنج تيست لقيناه من 140 ل 184، هعمل الجلوكوز تولرانس تيست لانه هو ستاندرد تيست فور دايجنوزس، لازم نبقى عارفين الاورال جلوكوز تولرانس تيست از ستاندرد تيست فور دايجنوزس، يعني ده الاكيد عندنا ان هي عندها جستيشنال دايبيتس. طيب بعمله ازاي؟ اول حاجة المفروض تو فاستنج وومن بديها 100 جرام جلوكوز اورالي، وببدا ان انا معايا اربع قرايات، اول حاجه وهي فاستنج لسه قبل ما اديها الجلوكوز باخد قرايه، وبعد كده بعد ساعه من ال 100 جرام اللي انا اديته لها باخد قرايه، وبعد ساعتين باخد قرايه، وبعد 3 ساعات باخد قرايه للبلاد جلوكوز ليفل تاني. نقولها كمان مره، يبقى الست بتجي لي صايمه باخد منها عينه، تمام، وبعد كده ببدا بعد ساعه بديها 100 جرام جلوكوز، بعد ساعه من 100 جرام دوت بقيس نسبه الجلوكوز في الدم، بعد ساعتين بقيسه، بعد 3 ساعات بقيسه. طيب هعمل بقى الدايجنوزيس ازاي او هشوف النسبه ازاي؟ احنا قلنا كده الاربع بناخد 4 سامبل، 2 منهم بره الليفل النورمال ده، 2 منهم بره الليفل النورمال اللي احنا هنقوله دلوقتي،
هتعتبر الست ديت دايجنوستيك فور جستيشنال دايبيتس. طب لقيت واحده بس، لقيت قرايه واحده مختلفه او قرايه واحده خارجه عن النورمال، لا ما تعتبرش جستيشنال دايبيتس، لازم على الاقل قرايتين او اكتر. المفروض اني الاقي الفاستنج يكون 90 او اقل، ال1 افتر 1 اور 165 او اقل، بعد ساعتين 45 او اقل، بعد 3 ساعات 125 او اقل، مش اكتر من كده. قرايتين من دول اكتر من النسبه دي او النسبه الموجوده الستاندرد ديت، ببدا ان انا بقول ان دي خلاص دي شور ان هي جستيشنال دايبيتس. بعد كده في عندنا طبعا الراندوم بلاد سامبل، المفروض ان هي طبعا ما تبقاش اكتر من 140، الفاستنج مش اكتر من 90، وال2 اورز بوست برينديا اللي هو ساعتين بعد الاكل برضو ميبي دايجنوستيك، يعني ممكن يكونوا هم يستخدموا في السكريننج، ولكن طبعا احنا قلنا ايه هو الستاندرد تيست، هو الجلوكوز تولرانس تيست، الاورال جلوكوز تولرانس تيست. في عندنا اليورين جلوكوز، طبعا ده نوت اكيوريت، لان اليورين جلوكوز دوت ممكن بعض ديزيزز معينه، حاجات كتير تغيرات في الحمل ممكن تعمل اصلا يورين جلوكوز، فما بيعتبرش اكيوريت خالص. دلوقتي بقى هنتكلم على النيرسينج اسيسمنت. قبل طبعا ما نتكلم على النيرسينج مانجمنت لازم نعمل نيرسينج اسيسمنت الاول. دلوقتي عايزين نعرف بقى البرينيتال اسيسمنت بتاع الجستيشنال وومن ديت هتشتمل على ايه، لان طبعا احنا عارفين قبل ما نعمل نيرسينج مانجمنت المفروض ان احنا نعمل نيرسينج اسيسمنت، بعمل اسيسمنت الوومن ديت حياتها عامه. طبعا احنا عارفين ان الدايبيتك وومن ديت او الجستيشنال دايبيتك وومن ديت وومن ايه، هاي ريسك، هاي ريسك وومن. اي ست هلاقي عليها اي ريسك فاكتور من احنا قلناهم في اول المحاضره المفروض ان انا اعمل لها سكريننج، يبقى فول اول بريجننت وومن ويز نون ريسك فاكتور اللي قلنا عليها سكريننج شود اوكير ات ذا فيرست برينيتال فيزيت. من اول فيزيت بعمل سكريننج تيست، اول فيزيت هي هتجي لنا فيها. طبعا لازم عارفين الانتينيتال فيزيتس بتاع الست اللي هي جستيشنال ديت بتبقى ايه، اكتر من الست العاديه، اكتر من اللي هي اللو ريسك بريجننت وومن. جدول الزيارات بتاع اللو ريسك بريجننت وومن ان هي بتروح 4 ويكس انتل ريتشنج 28 ويكس، لكن الجستيشنال وومن ديت او اللي هي الوومن ويز جستيشنال دايبيتس المفروض ان هي بتروح ايه نص المده، يعني كل اسبوعين لغايه ما نوصل ل 28 اسبوع، وبعد كده المفروض ان هي بتروح ويكلي لغايه الايه انتل ديليفري. طيب بشوف ايه تاني في الاسسمنت الوومن دي. طبعا اهم حاجه البيس لاين فيتال ساينز، على طول متابعه الفيتال ساينز. احنا قلنا ان ممكن يحصل لنا هايبرتنشن، ممكن يحصل لنا انفكشن، فدرجه الحراره تعلى، فعلى طول ببدا ان انا اعمل لها اسسمنت الفيتال ساينز على طول، البلاد بريشر بتاعها على طول، الفيتال هارت ريتس، عشان نعرف احنا قلنا ان في فيتال كومبليكيشن كتير جايه من جستيشنال دايبيتس، فلازم ان انا اعمل فيتال هارت ساوند على طول، شود بي ريكوردد اند سبسكوينتلي كومبيرد ويز ليتر ريدنج. كل الحاجات ديت بقارنها باخر مره هي قاست فيها البلاد بريشر، فيتال ساينز، الفيتال هارت ريت. بعد كده سيرم الفا فيتو بروتين، بعمله ليه يا دكتوره سيرم الفا فيتو بروتين؟ معروف ده بيتعمل عشان الفيتال مالفورميشن، واحنا قلنا الدايبيتس، الدايبيتس بيبقى دايما يعني مرتبط ارتباط وثيق بالفيتال مالفورميشن، فبعمل لها فيتال الفا فيتو بروتين التحليل دوت عشان اعرف لو كان في اي فيتال كومبليكيشن او فيتال مالفورميشن. بعد كده بقى نركز في التحليل اللي جاي دوت اللي هو الجلايكوسوليتد هيموجلوبين، جلايكوسوليتد هيموجلوبين دوت اللي هو الهيموجلوبين السكري او اللي هو السكر التراكمي، هو عباره عن اختبار كده بيشوف الانتظام نسبه السكر في الدم خلال من 4 ل 12 اسبوع فاتوا او من شهر ل 3 شهور فاتوا، ده مفيد جدا بيورينا نسبه السكر كان منتظم عن الست ديت ولا لا. تمام، يبقى جلايكوسوليتد هيموجلوبين ذيس تيست بروفايد ميجر اوف جلايسيميك كنترول اوفر تايم specifically over the previous من 4 to 12 weeks. طيب المفروض ان انا الاقيه ايه؟ المفروض ان هو ما يتعداش 7، يبقى ما يطلعش اكتر من 7، يبقى الهيموجلوبين اكتر من 7 دوت بيورينا بيانديكيت elevated جلوكوز في الاربع او ال 12 اسبوع اللي فاتوا. طيب بعمل assessment للست ديت من خلال ايه؟ اول حاجه طبعا بعمل الترا ساوند examination اللي هو السونار، بعمله عن 18 اسبوع طبعا بوجه عام كده تو كونفيرم جستيشنال ايدج عشان اشوف الست ديت في كام جستيشنال ايدج، لاني طبعا المظهر العام بتاعها مش هيوريني او الليفل اللي هو لو انا عملت بايديا اشوف الليفل اللي هو الفندل ليفل قد ايه، مش هيبقى مظبوط. احنا قلنا ليه بقى؟ المفروض طبعا لاني قلنا في البيبي جوه ماكروسوميك بيبي، في امنيوتك فلويد كتير، في بولي هيدرامينيوس، فطبعا بالميجر كده بالايد مش هينفع، انما الالترا ساوند بيبقى اكيوريت كونفيرمينج جستيشنال ايدج. تاني حاجه تو ديتريماين اني كونجينيتال انوماليس، واحنا قلنا طبعا في علاقه جامده جدا ما بين الكونجينيتال انوماليس والدايبيتس، فبعمل الايه الالترا ساوند دوت او السونار عشان اعرف في اني كونجينيتال انوماليس ولا لا. بعد كده ويكلي نون ستريس تيست ات 32 ويكس
النون ستريس ده يا جماعه هو حاجه بتقيس الفيتال والبينج، بقيس بيه حاجه للبيبي يعني، بتاكد احنا قلنا طبعا البيبي هنا معرض للخطر جامد جدا، فانا التيست دوت بقيس بيه مدى استجابه القلب لحركات البيبي، يعني البيبي ما بيتحرك اما بيحصل له اي ستريس ايه الضربات القلب بتتاثر ازاي. يعني هو اختبار كده بالمختصر يعني بيقيس الفيتال والبينج. برضو باي فيزيكال بروفايل ده حاجه مهمه جدا لازم ببقى متابعه بيها الست اللي هي هاي ريسك. اي ست هاي ريسك بنعمل لها بايو فيزيكال بروفايل. البايو فيزيكال بروفايل دوت المفروض ان الست بتتحط على جهاز مونيتور كده، وفي بي بقيس الهارت ريت بتاع البيبي، الماسل تون بتاعته، الموفمنت بتاعه، البريسنج، الامنيوتك فلويد الاماونت بتاعتها قد ايه. البايو فيزيكال بروفايل دوت حاجه مهمه جدا بعمل بيها اسيس الفيتال والبينج. يبقى انا بعمل الاثنين دول اللي هي الويكلي نون ستريس تيست والبايو فيزيكال بروفايل عشان اطمن بيهم على البيبي، لان احنا قلنا البيبي بتاع الدايبيتك وومن معرض جدا للخطر. بعد كده طبعا برضو اسيسمنت تكنيك از ستريس تيست وفيتال موفمنت كاونت وامينيو سينثيسيس، ان انا بسحب عينه من الامنيوتك فلويد بطمن بيها على البيبي. يبقى الثلاث نقط دول اللي هو ويكلي نون ستريس تيست والبايو فيزيكال بروفايل والستريس تيست والفيتال موفمنت كاونت امينيو سينثيسيس، النقط ديت كلها عشان نتاكد بيها من الفيتال يبقى عارفينها بس ان احنا فيها بنطمن على البيبي. بعد كده من ضمن الاسسمنت برضو ان انا بعمل سايكو سوشي ايكونوميك فاكتورز، لازم اعمل دايما اسسمنت للسايكو سوشي ايكونوميك فاكتور اللي حوالين الست ديت، سوشيالي ايموشنالي اند ايكونوميك سبورت في بيتها وفي الانفايرمنت اللي حواليها. الحاجات دي كلها طبعا بتاثر على على حالتها يعني الحاله النفسيه اللي هي فيها، السوشيال سيركمفيرنسز اللي هي عايشه فيها، الهوم اللي هي عايشه فيه، كل ده طبعا بيأثر على الست. لازم ابقى عامله له اسسمنت كويس وابقى عارفه كل وومن ايه هي الحاجات الخارجيه اللي بتاثر عليها. دلوقتي هنتكلم بقى على النيرسينج مانجمنت، ولازم ابقى عارفه ان النيرسينج مانجمنت بتاع الدايابيتس عامه معروف هو بيمانج بالتايم ومونيتور للجلوكوز وان انا اعمل ادمنستريشن للانسولين، دول افضل حاجات. وبعد كده بنتكلم بقى على الاكسرسايز بريست فيدنج وكده، لكن هو معروف ان المانجمنت بيعتمد في الاساس على النيوتريشن وان انا اعمل مونيتور للجلوكوز وادي انسولين، هو ده النيرسينج. هنتكلم دلوقتي على نيوتريشنال مانجمنت. ذا دايابيتيك بريجننت وومن شود بي سبيسيفيكالي انستراكتد تو انكلود، هنشوف بقى المفروض الغذاء بتاعها يحتوي على ايه. اول حاجه يكون في كومبلكس كربوهيدرات ان ايتش ميل، ليه؟ تو ديلي ابزوربشن اوف جلوكوز. يكون في عندنا اديكويت فات كونسامشن، لان الفات طبعا بيعمل ديلي للجاستريك ايميتنج اند بريفنت هايبر جلايسيميا. بعد كده المفروض ان هي تاخد ان ايفنينج سناك، يبقى بالليل لازم يكون ناخد سناك عشان ما يحصلش بالليل ايه هايبوجلايسيميا. وطبعا السويتس شود بي افويدد. الانسولين ادمنستريشن مينتيننج اوبتيمال بلاد جلوكوز ليفل ريكواير ريجوليشن اوف ميديكيشن ادهيرنت تو ذا بريسكرايبد دايت اند كيرفولي بلاند اكتيفيتي، بمعنى ما مش هبقى باخد الانسولين تمام في وقته مظبوط وكل حاجه وانا باكل براحتي او ما بعملش البلاند اكتيفيتي المفروض تتعمل. Adjustment to insulin dosage is individualized according to the clinical picture and result of blood glucose level. يعني بنتم تظبيط الجرعه ديت طبعا بالاوبستاتري، كان الدكتور هو اللي بيظبط جرعه الانسولين ديت، بس بيعتمد على ايه الكلينيكال بيكتشر اللي ظهرت عندي. طيب في كومبليكيشن حصلت وبالتالي انا هحتاج نسبه انسولين اعلى، ولا مجرد انا بعمل ادجستمنت للجلوكوز ليفل بس تمام والريزلت بتاع الجلوكوز اناليسيس، طب نسبه السكر عندي مظبوطه ولا عاليه. طيب دلوقتي بقى عايزين نعرف ايه الستاندرد دوس اللي بناخده من الانسولين. اول حاجه طبعا احنا عارفين ان احنا هنا عشان نمانج الجلوكوز العالي دوت بناخد انسولين، ما ينفعش ان احنا ناخد تابلت عشان بيبقى ليه تراتوجينيك افكت على البيبي. فاحنا كده كده الست اللي هي الحامل دي والدايبيتك الجستيشنال دايبيتس بنعالجه بايه؟ بانسولين. طيب ايه هو الستاندرد دوس بقى المفروض بناخده لو مفيش كومبليكيشن ومفيش اي مشاكل عندنا؟ هو ستاندرد باخده للست الدايبيتك اللي هي الجستيشنال دايبيتس، اول حاجه في الفيرست تريمستر اللي هم اول 3 شهور زي ما احنا عارفين او اول 12 اسبوع باخد 0.7 انترناشونال يونت لكل كيلو جرام، وفي الايه في البودي ويت في السكند تريمستر اللي هم ال 12 اسبوع اللي بعدهم باخد 0.8 انترناشونال يونت لكل كيلو جرام البودي ويت، وبعد كده في الثيرد تريمستر في الاخر باخد 0.9 to 1 انترناشونال يونت لكل كيلو جرام البودي ويت. طبعا الجرعه دي باخد تلتين الجرعه الصبح، لان الصبح طبعا بيبقى فيه اكل وحركه وكده، فباخد تلتين الجرعه الصبح، لكن باخد تلتها بس بالليل، تلت الجرعه الكامله باخدها بالليل والتلتين بناخدهم ايه؟
بلاد جلوكوز مونيتورنج، المفروض ان انا طبعا على طول بيبقى بيريوديكالي بعمل بلاد جلوكوز ليفل. امتى؟ اول حاجه ايبون رايزنج ان ذا مورنينج، الصبح اول ما اصحى، وبعد كده اكين قبل بيفور اللانش اند بيفور الدينر اند ات بيد تايم قبل ما انام على طول. طبعا ذا جلوكوز سيرابي دوت ار فاستنج بلاد جلوكوز اوف ليزان 95 ملي جرام بير دي ال، اند بوست برانديال ليفلز ليزان 120 ملي جرام بير دي ال. طيب الاكسرسايز بقى، اول حاجه المفروض اثناء الاكسرسايز اللي بيحصل الجلوكوز ده طبعا ابزوربت انتو ذا ماسل، وده بيخلي الجلوكوز ليفل ايه بيقل. يعني الاكسرسايز كده حاجه مفيده، ولكن طبعا ما اعملش فيجرز اكسرسايز او فيري هيفي اكسرسايز، لا المفروض انا بعمل اكسرسايز اللي تقدر تتحملها الست الحامل. ذا افكت اوف اكسرسايز ده طبعا واندر ذا وبستاتريكان انستراكشن، ذا افكت اوف اكسرسايز دوت مي لاست تو ايه 12 اورز، يعني كمان الاكسرسايز بيفضل تاثيره معانا لمده 12 ساعه. المفروض طبعا ان تكون الست ديت تويل كنترول دايبيتك وومن، تعمل ريجولاري انجيج ان اكسرسايز، وتبقى كمان واكله سناك اوف كربوهيدرات او بروتين عشان ما يحصلش ايه هايبوجلايسيميا. طيب ولو في اي ساينس من هايبر بقى هايبرتنسيف كومبليكيشن ارايز، المفروض الاكسرسايز شود بي ايه ستوب. طيب الدليفري بقى، التايم اوف دليفري، طبعا اكيد التايم اوف دليفري هيعتمد على بريزنس زي ما قلنا اوف كومبليكيشن ولا لا. الدنيا ماشيه كويسه مفيش كومبليكيشن، المفروض ان احنا بنعمل دليفري دوت ات تيرم عن 37 ل 40 اسبوع، ما بستناش طبعا عشان ما يحصلش كومبليكيشن او يحصل بريت ليبر فيحصل اكسيدنت او اي حاجه للبيبي. فبالتالي احنا ايه عند ات تيرم بنبدا ان احنا نولد الست دي. طيب المود اوف دليفري عادي خالص، لو الدنيا كويسه وفاجينال دليفري متاح بالنسبه لنا بيبقى عادي مفيش مشكله خالص، ادام مفيش اوبستاتريك ايه كومبليكيشن. انما لو في اوبستاتريك كومبليكيشن المفروض السيريال سيكشن بعمله على طول. يعني مثلا في مال بريزنتيشن، تمام، فيري ماكروسوميك بيبي، وال في كفايه بيرفكت ديسبروبورشن مش هينفع ان هي تولد طبيعي خلاص، لكن الدنيا ماشيه كويسه مفيش كومبليكيشن خلاص بتولد طبيعي عادي خالص. طيب بالنسبه للبريست فيدنج مفيش مشكله خالص، دايبيتك ماذر ار انكارجد تو بريست فيد. طيب دلوقتي هنتكلم على كاركتر اوف بيبي اوف دايبيتك ماذر. اول حاجه قلنا ان هو اوفر سايز بيبي زي ما احنا شايفين في الصوره كده، بيبقى 4 ونص كيلو 5 كيلو ماكروسوميك بيبي، وقلنا ده جاي من ايه، ان طبعا نسبه الجلوكوز عاليه والست برده بتاخد انسولين، والانسولين انابوليك هرمون، فبالتالي بيأثر على البيبي، يكبر حجم البيبي جدا زي ما احنا شايفين برده مون فيس، البيبي لينس بتاعه بيبقى اطول تاني از مور ذان يوجوال كود ويزفيرنيكس كازوزيا، في الماده اللي هي المتجبنه البيضه دي بتبقى كتير جدا على جلده. لارج امباليكال كورد، بيبقى الامباليكال كورد طويل. لارج بلاسينتا، طب برضو عايزين نعرف ليه البلاسينتا كبيره وليه الامباليكال كورد كبير، ده كله طبعا من تاثير ايه ان في امنيوتك فلويد كبير كتير قوي حوالين البيبي، فحاجه تعويضيه للبلاسينتا بتكبر واللارج امباليكال كورد. قلنا طبعا ان البيبي دايابيتك فكونجينيتال انوماليس بيبقى مي بي بريزنت، وفي طبعا هايبر اتروفي في البنكرياس، طب جاي من ايه الهايبر اتروفي في البنكرياس دوت؟ ان طبعا حاجه كومبنسيتوري برده بتعوض البيبي عن الكومبنسيتوري، حاجه سوري كومبنسيتوري من زياده نسبه الانسولين، فبيحصل ايه هايبر اتروفي في البنكرياس بتاع البيبي. كير اوف نيو بورن بقى اوف دايبيتك ماذر، اول حاجه احنا لازم نعرف البيبي دوت لايبل يحصل له ايه، وبالتالي هنعمل تريتمنت بناء عليه. اول حاجه احنا قلنا ان هو يحصل له ريسبيراتوري ديستريس سندروم، وبالتالي البيبي دوت اول ما ينزل المفروض ياخد اكسجين. البيبي دوت المفروض ان هو بيبقى عنده هايبوثيرميا، فبنلاقي حتى اطرافه لو في الصوره اللي كانت فاتت اطرافه بتبقى دايما زرقاء كده وسقعان، فبنديله طبعا ورمز. بيبقى عنده هايبر بيليربينيميا وضحناها قبل كده، قلنا ان هي بتيجي من عشان بريماتشور ليفر فانكشن، فبالتالي بنعمل التريتمنت ازاي بالفوتوثيرابي والفينو باربيتون او باربيتوريتس واكسشينج ترانسفيوجن، طبعا بتعملوا نقل دم في الحالات الايه طبعا عنده هايبوجلايسيميا. ليه؟ ديو تو فيتال هايبر انسولينيزم، فبنديله طبعا جلوكوز. البيبي ده بيبقى عنده هايبوكالسيميا، فبالتريتمنت بنحب نديله كالسيوم. البيبي ده بيبقى ايه انكريز سسبتابيلتي تو ايه تو نيونيتال انفيكشن، بيبقى ممكن يحصل له انفيكشن عالي جدا فبنعمل له بروفلاكتيك انتي بايوتيك. طيب بعد كده البيبي ده بيبقى برده لايبل ان يحصل له بليدنج، فبنديله فيتامين كي. طب وعنده بولي سايسيميا، طبعا ليه البولي سايسيميا جاي من ايه؟ عشان في هايبوكسيا في البون مارو، فكومبنسيتوري بولي سايسيميا بيحصل. وبعد كده انكريز الانسيدنس اوف بيرسوتروما، واحنا قلنا ليه؟ لان البيبي اوفر سايز وممكن يحصل بريماتشوري،